السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بالنوعيات التعليمية. معنا في هذا الفيديو اختبار لمادة التربية المهنية للصف الأول الثانوي مسارات. موجود على القناة أكثر من اختبار خاص بمواد الصف الأول الثانوي مسارات، يمكنك الاطلاع عليها. السؤال الأول: أجب عما يلي، اذكر تعريف التربية المهنية. كما ذكرنا سابقا، تعريف التربية المهنية هي التربية التي تهتم بتوعية الطلبة بمتطلبات المهن بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وإعدادهم لاتخاذ القرار نحو اختيار المهنة المناسبة لتحقيق أهداف وتلبية متطلبات سوق العمل. هذا هو تعريف التربية المهنية. اذكر اثنين من قطاعات العمل في المملكة العربية السعودية. قطاعات العمل في المملكة العربية السعودية ثلاث قطاعات: القطاع الحكومي أو يسمى القطاع العام، القطاع غير الربحي، القطاع الخاص. أذكر مثال على الاتصالات الرسمية مثل اجتماعات العمل في المؤسسات والشركات أو تداول التقارير حول المهام في العمل. أذكر نوعين من أنواع السيرة الذاتية: السيرة الذاتية الورقية، السيرة الذاتية الإلكترونية، الشبكات المهنية الافتراضية. أذكر مثالين على وظائف المستقبل: مهندس الذكاء الاصطناعي، مدرب روبوت، محلل حركة المرور، أخصائي مختبر، موظف محطات النقل الذكي، مهندس الطرق الذكية، إدارة المخازن، إدارة عمليات الشحن، مهندس تقنيات طبية، محلل معلومات إلكترونية. جميع هذه وظائف مستقبل. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة في مالي. هذا مصطلح الجهد الذي يقوم به الإنسان سواء كان جسديا أو معنويا من أجل تحقيق هدف معين يعود عليه بالنفع. هذا مفهوم العمل من منظور إسلامي، من منظور وظيفي، من منظور ثقافي. هذا منظور العمل من المنظور الوظيفي. قيام الفرد بواجباته وتحمل نتائج قراراته الإيجابية والسلبية. هذا مفهوم الإتقان، الابتكار، المسؤولية. بما أنه تحمل نتائج قراراته الإيجابية والسلبية، هذا مفهوم المسؤولية. خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق ويؤدي به إلى ما عليه. هذا مفهوم الصبر والمصابرة. الأمانة، حسن الخلق، هذا تعريف الأمانة. عدد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030: ثلاثة محاور، أربعة محاور، خمسة محاور، طبعا ثلاثة محاور. رؤية المملكة 2030 أعدها أو قام بإعدادها، وقامت بإعدادها وزارة الطاقة، مجلس الوزراء، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، طبعا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. العمل الذي يؤديه فرد غير متفرغ لدى صاحب العمل أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، هذا يسمى العمل الحر. العمل المرن، العمل الكامل، هذا العمل المرن. تعلق الفرد بأمر معين والاهتمام الإيجابي به، هذا مفهوم الميول. الاتجاهات، الاختبارات الشخصية، هذا مفهوم الميول. المهارات والاستراتيجيات التي يستخدمها الفرد من أجل العمل بفاعلية لتحقيق أهدافه، هو مفهوم مهارات الاتصال، مهارة التفاوض، مهارة إدارة الذات، مهارة إدارة الذات. الاتصال من المرؤوس إلى الرئيس يعد اتصال تصاعدي، اتصال تنازلي، اتصال أفقي. من المرؤوس الموظف إلى رئيسه، إذن اتصال تصاعدي. من أمثلة ضغوط العمل الخارجية: التفكير في الماضي، طول ساعات العمل، الخوف من المستقبل، طول ساعات العمل.
مشكلات واضحة السبب والنتيجة وسهلة الحل، هذا تعريف المشكلات البسيطة. المشكلات المعقدة، المشكلات المركبة بما أنها واضحة السبب والنتيجة وسهلة الحل، إذن مشكلات بسيطة. بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخبراته وبيانات، هذا تعريف. المهارات الوظيفية، السيرة الذاتية، مهارة التطوير الذاتي، هذا هو تعريف لمصطلح السيرة الذاتية. عدد أوراق أو عدد أنواع السيرة الذاتية، نوع واحد وهو الورقية، نوعان ثلاثة أنواع كما ذكرنا سابقا، ثلاثة أنواع. سيرة ذاتية ورقية وسيرة ذاتية إلكترونية وشبكة أو الشبكات المهنية الافتراضية. تهدف لاكتشاف القدرات القيادية لمديري وموظفي المستقبل الذي سيتعاملون مع الجمهور، هي المقابلة الشخصية الفردية، المقابلة الشخصية الجماعية، المقابلة الشخصية الإلكترونية، هذا مصطلح أو تعريف للمقابلة الشخصية الجماعية. تعمل كحلقة وصل بين الباحث عن العمل وأصحاب العمل، مواقع التوظيف، العمل التطوعي، التدريب المنتهي بالتوظيف، مواقع التوظيف. هي القدرة على أداء المهام بإتقان في غضون فترة زمنية معينة وبتكلفة وجهد مناسب، هذا مفهوم المهارات. وظائف المستقبل، الميول المهنية، هذا مفهوم وتعريف المهارات. اعتماد الفرد على العمل الحر كعمل إضافي إلى جانب وظيفته الرسمية، هذا مفهوم عمل حر كامل، عمل حر بشكل جزئي، العمل عن بعد، هذا عمل حر بشكل جزئي. وثيقة يتم الحصول عليها من معهد أو جهة تعليمية معتمدة رسمية نتيجة اجتياز مراحل تعليمية تراكمية في تخصص ما، مفهوم الرخص المهنية، الشهادات المهنية، الشهادات الأكاديمية، هذا مصطلح الشهادات الأكاديمية. ضع علامة صح إذا كانت العبارة صحيحة، علامة خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. من أهمية التربية المهنية أنها تبرز مكانة العمل في المجتمع، إجابة صحيحة. تهدف التربية المهنية لاكتشاف عالم العمل، إجابة صحيحة. قيم العمل هي المبادئ والمعايير التي تعد أساسا لسلوك أفراد العمل المستحب والتي يتعهد أفراد العمل بالالتزام بها، إجابة خاطئة. تضمنت رؤية المملكة 2030 خطط واسعة للاستثمار البشري، إجابة صحيحة. من مهن مجال الخدمات مهن الإدارة، إجابة خاطئة. عدم الحصول على الرخص المهنية يحول دون الحصول على عمل، إجابة صحيحة. من أنماط الاختبارات الشخصية اختبار الدافعية، إجابة صحيحة. من مبادئ مهارات الاتصال وصول لاتفاق بوردي لكل الأطراف، إجابة خاطئة. من خطوات بناء وعمل فريق تبادل الآراء والخبرات حول الموضوعات المطروحة، إجابة صحيحة. من المهارات الوظيفية المطلوبة هي مهارة التعامل مع ضغوط العمل، إجابة صحيحة. من مكونات السيرة الذاتية جدولك اليوم الشخصي، إجابة خاطئة. المقابلة الشخصية مهمة لجهة العمل فقط، إجابة خاطئة. الشخصية المناسبة من المتطلبات الوظيفية، إجابة صحيحة. برامج التدريب المنتهى بالتوظيف تهدف للتدريب على سوق العمل العالمي، إجابة خاطئة. وظيفة معد الطعام من وظائف المستقبل، إجابة صحيحة. عربات الأطعمة تعتبر من المشاريع الصغيرة، إجابة صحيحة. طبعا في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.